بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة الطبخ المغربي ولعشاق الليمون الحامض. اليوم كنقترح عليكم أسهل وآلة تحلية بدون فرن أو تشيز كيك بثلاث طبقات، سهلة واقتصادية وبكريمة أكثر من رائعة، كتجي لذيذة بزاف. متأكدة إلا جربتوها غتعشقوها، القوام ديالها والمذاق ديالها كيجيو زوينين بزاف، والأهم أننا غادي نحضروها بدون كريمة ولا جيلاتين. فبلا ما نطول عليكم الفيديو، تابعوه للأخير باش تعرفوا على المقادير وكذلك باقي مراحل التحضير. وبسم الله على بركة الله، أول خطوة غادي نقوموا بها غادي نحضروا القالب اللي غادي نوجدوا فيه هاد تشيز كيك. اختاريت قالب دائري، القطر ديالو 24 سنتيم والعلو ديالو 3 سنتيم. غادي نفرشوه جيدا بالبلاستيك الغذائي هكذا باش من بعد كيسهل علينا أننا نزولوا منه التشيز كيك. وكطبقة أولى غادي نحتاجوا لها البسكوي، بطبيعة الحال ممكن تختاروا النوع اللي كتفضلوه والنوع اللي كيعجبكم. هنا غادي يكفيني 6 ديال العلب، كل علبة كتوزن 42 غرام، في المجموع عندي 252 غرام. غادي نوضعوه في بلاستيك أو وسط بلاستيك غذائي وغادي ندقوه جيدا. أنا هنايا غادي نحاول أنني نستعمل معكم طريقة سهلة جدا باش يسهل على كل المشاهدين انهم يحضروا هاد الوصفة. كناخذ غير مدلك وكنبقى كندق فيه حتى كنتحصل على بسكوي اللي كيجي كله مطحون. وبطبيعة الحال راه ممكن تستعملوا الهشواغ او لا طحانة اذا بغيتوا تسهلوا عليكم هاد العملية. من بعد غادي نوضعوا في واحد الاناء، وكيف ما كتلاحظوا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. انا هنا ما طحنتوش 100% او ما دقيتوش 100%، خليته تقريبا على هذا الشكل. وبطبيعه الحال نتوما كيبقى لكم الاختيار. من بعد غادي ناخذوا الزبده وغادي نذوبوها، ومن الافضل انكم تستخدموا الزبده اللي كتكون النوعيه ديالها جيده باش كتحصلوا على هذه الطبقه او الطبقه ديال البسكوي اللي كتجي لذيذه بزاف. كنبقى كنضيف الزبده بالتدريج، ما نضيفوهاش عفوا دفعه واحده حتى كنتحصلوا على خليط اللي كيكون على هذا القوام. ملي كنجمعوه بايدينا او كنشكلوا باي شكل كيتشكل معنا بكل سهوله. من بعد مباشره غادي نوضعوه في القالب اللي حضرناه مسبقا، انا ما غاديش نستعمل هذه الكميه كلها، غادي نبقى نضيف فيها غير بالتدريج. بالنسبه لهاد 6 العلب فكفاوني تماما في هاد القياس ديال القالب اللي استعملت معكم. كنبقى كنوزع عفوا هاد البسكوي في القاع او القاعده ديال القالب. ممكن انكم توزعوه او تقادوه بسباتول، ممكن بالملعقه، ممكن فقط غير بايديكم، ممكن بالقاع ديال الكاس، يعني على حسب الطريقه اللي غادي ترتاحوا فيها. من بعد هنايا كنضغط جيدا على الجوانب. هنا بالنسبه لهاد الطبقه ديال البسكوي ضروري خاصنا نخدموها جيدا باش كتاخذ لينا الشكل ديال هذاك القالب اللي غادي نحضروا فيه. من بعد هنا كناخذ كاس وكنبقى كنضغط جيدا على القاعده باش كيتماسك ليا هاد البسكوي اكثر واكثر. وهنا غتلاحظوا بانني كندير هاد العمليه هنا غير كان بحال كنوزن السمك ديال البسكوي باش ما يكونش عندي في واحد جهه سميك وفي جهه اخرى رقيق. غادي نحتفظ به جانبا ونمروا باش نحضروا الطبقه الثانيه ديال الكريمه. في خلاط كهربائي غادي نحتاجوا 120 مليلتر ديال الماء اللي كيكون مغلي. بالنسبه للقياس ديال كاس العنبه فهو اكثر من نصف كاس غير بواحد شويه. غادي نحتاج كذلك جوج علب ديال مسحوق الحليب او بودره الحليب. اختاريت هذا النوع، بطبيعه الحال ممكن تختاروا النوع اللي كتفضلوا، غير هو هذا النوع كيجي لذيذ. هنا الوزن ديال كل علبه 60 غرام، في المجموع دي 120 غرام. وبالنسبه للسكر غادي نضيفوا 100 غرام ديال السكر وغادي نطحنوا هذه المكونات جيدا مع بعض حتى كيذوب ليا هذا السكر تماما وكيصبح ليا الخليط على هذا الشكل. من بعد غادي نضيفوا 100 غرام ديال الزبده. ضروري الزبده خاصها تكون بدرجه حراره المطبخ، وضروري الزبده خاصها تكون نوعيه جيده، ما تستعملوش المارغرين وما تستعملوش الزبده اللي كتكون في العلبه لانها كتكون تقريبا سائله. كنخلط جيدا هذه الزبده وكنطحنها مع باقي المكونات حتى كتنسجم ليا. عاد من بعد غادي نضيفوا المبشور ديال الليمونه حامضه، وغادي نضيف كذلك
120 مليلتر ديال عصير الليمون الحامض. تقريبا عندي هنايا جوج ديال الحامضات اللي عصرتهم، وهنا غادي نطحنوا جيدا. في هذه المرحله ملي كتضيفوا العصير ديال الحامض بحال غادي يتقال لكم هذا الخليط. هنا في كل مره غادي ناخذ ملعقه وكنبقى كنخلط وكنزول هذوك الزبده اللي كتكون متمركزه ليا في القاع. صافي، وكنخلط جيدا بالخلاط الكهربائي. كنتحصل على كريمه اللي كتكون على هذا الشكل. مباشره غادي نوضعوا الكريمه. كيف كنطحنوها؟ غادي نوضعوها في القالب او فوق البسكوي. الا خليناها غير شويه غتجمد وغيصعب من بعد اننا نوزعوها فوق البسكوي. هنا غادي نوزعوا هذه الكريمه جيدا حتى كنتحصل على طبقه اللي كتكون متساويه، ثم غادي نحتفظ بهذا القالب جانبا. وكطبقة اختيارية بالنسبة لهاد الكلاصاج، يعني ممكن تحضروه ممكن لا. انا هنا غادي نستعمل فيه 100 غرام ديال الكريمة السائلة، وغادي نضيف لها 100 غرام ديال الشوكولاتة بالحليب باش كنتحصلوا على مذاق جيد. وغادي نذوب الكل على نار اللي كتكون منخفضة جدا حتى كيذوب ليا هاد الشوكولا تماما وكيصبح ليا الخليط على هاد الشكل. من بعد غادي نضيف ملون غذائي، ملون اصفر غذائي، وكنخلط جيدا. بالنسبه للملون كنبقى كنضيف فيه حتى كنوصل لدرجه ديال اللون اللي بغيت. وهنا ضروري هذا الخليط راه ما خاصوش يبرد نهائيا، يعني خاصو يبقى دافي. الا برد غادي تعاودوا تسخنوه وغادي صعب عليكم من بعد انكم توزعوه فوق الطبقه الاخرى ديال الكريم. وهذا الخليط ملي كنخلطوه وكنوصلوا لدرجه اللون اللي بغينا ضروري خاصنا نصفيوه باش كنتفاداو هذوك التكتلات اللي كيكونوا فيه. هنا انا راني استخدمته وهو تقريبا دافئ، ما خاصوش يبرد باش كيسهل عليا انني نوزعو. هنايا غادي نوزعو جيدا وغادي نساويه وكنخليه حتى كيبرد تماما، عاد كنزينو بالكريمه السائله اللي خفقناها مسبقا. كنزينو على شكل وريدات، والتزيين دائما راه كيبقى اختياري. وكل ورده غادي نزينها بهاد الحجيرات او لهاد الكرات اللي كيكونوا متواجدين عند المحلات اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات. وكيف ما لاحظتوا مقادير سهله جدا واقتصاديه. مكونات اللي متواجده في كل بيت، كنحضروا واحد طاغط او تشيز كيك او تحليه بدون فور اللي كتكون راقيه وفي المذاق راه كتجي اكثر من رائعه. وهذيك طبقات الكريمه كتجي بنينه بزاف بزاف. بالنسبه لهاد التشيز كيك كنحتفظوا بيه في الثلاجه اقل شيء كيبقى 5 ساعات، من الافضل انه يبقى ليله كامله باش يتماسك وكيجي القوام ديالو احسن. كنتمنى ان وصفه اليوم تنال اعجابكم. جربوها، خليوا لي ارائكم في التعاليق. الى عندكم كذلك اي استفسارات او لا تساؤلات خليوها في التعاليق. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده. الى اللقاء.